الشيخ درويش أبو جراد. أبو جراد هو شيخ مشايخ قبيلة الرميلات بسيناء. خليني كده أمسي عليه وأقول له مساء الخير يا شيخنا. مساء الخير من أرض الفيروز إلى جميع جمهورية مصر العربية والدول العربية المحيطة. يعني صوتك كله كده تفاؤل وبهجة، وزي ما أنت بتنقلنا من أرض الفيروز، فكمان عايزين نعرف، كلمني عن الجهود، جهود قبائل السيناوية، جهود أبنائها، التلاحم الحلو اللي موجود. أولا كل التقدير واحترام لجميع شهدائنا العسكريين والمدنيين الذين لاذوا عن سيناء وأرض سيناء اللي هي البوابة الاستراتيجية لجمهورية مصر العربية، وفدوا هذه المحافظة بدمائهم الزكية. الحمد لله تكاتفنا مع قواتنا المسلحة في حرب مقدسة ضد التكفيريين والإرهابيين الذين حاولوا من خلال أجندات للأسف خارجية أن يقتطعوا هذا الجزء الغالي من جمهورية مصر العربية، لأن له قدسية عند الله سبحانه وتعالى وقدسية استراتيجية، وسنظل كتفا بكتف مع قواتنا المسلحة ولا نمن على مصر بدمائنا الزكية وأموالنا ووقفتنا، وهذا واجب علينا جميعا. والحمد لله الوقفة الأخيرة الحمد لله، يعني التلاحم والكتف بكتف مع القوات المسلحة، استطعنا في وقت ممتاز جدا القضاء على هذه المجموعات بالكامل، وأصبحت سيناء حاليا حرة مثل الأول وأفضل، سواحل مفتوحة، سياحة، الحمد لله داعم تام من خلال قيادتنا العليا للتنمية المستدامة، من خلال الأنفاق الموجودة، من خلال المدن الجديدة، من خلال البلان والخطة الموجودة للتنمية المستدامة إن شاء الله، وخاصة في مركزي الشيخ زويد ورفح ووسط سيناء إن شاء الله الواعدة بإذن الله تعالى. أكيد الصورة بتؤكد على الأمن والسلام والتلاحم الجميل. كلمني كمان عن، يعني كلمني دلوقتي وإحنا بنتكلم كده عن ما يحدث، كلمني عن الشواطئ، كلمني عن الحياة الاجتماعية، كلمني عن عودة الناس لحياتها الطبيعية اليومية. عندنا فندم أفضل شواطئ على مستوى مش فقط مصر، لا العالم بالكامل. عندنا 200 كيلو متر شاطئ بحر متوسط، عندنا شواطئ البحر الأحمر، خليجي العقبة والعقبة والسويس، عندنا طبعا بحيرة البردويل، عندنا شاطئ أكثر من رائع، مش العريش فقط، شيخ زويد، رفح، منطقة الرواق في مدينة بئر العبد، منطقة رمانة، هذه كلها شواطئ رائعة زي ما بيقول فيرجن بيك، بس محتاجة شوية طبعا شوية اهتمام، لأن احنا قاسينا في الفترة الماضية تسعة سنوات للأسف كانت صعبة جدا، لكن الحمد لله تغلبنا عليها نحن الحمد لله، يعني والقيادة العليا والقائد العام القوات المسلحة وجميع طبعا نسيج جمهورية مصر العربية بالكامل تلاحم مع أبناء سيناء، والحمد لله نحن صامدون سنظل على العهد بإذن الله تعالى. أكيد، وتفضل التلاحم ما بين أبناء سيناء والوطن الكريم دايما موجودة. شيخ درويش أبو جراد، شيخ مشايخ قبيلة الرميلات بسيناء، بشكرك شكرا جزيلا.